بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا كويسين. أتمنى تكون الليكتشر اللي فاتت كانت واضحة. أنا عارفة أن أكيد في بعض الكويستشنز، وفعلا جالي إيميل بكويستشن، لكن أنا كنت تواصلت مع نورهان وقلت لها أن طبعا الظروف الحالية، طبعا مش هنقول أن احنا هنبقى grasping 100% الكونسبتس اللي فيها والمعلومات اللي فيها بشكل فظيع يعني، ولكن هنحاول نشتغل على قدر المتاح من الريسورسز. هيكون صعب قوي ان انا اتلقى الايميل ثرو ديفرنت ستودنتس علشان يبعتوا لي الاسئله بتاعتهم، لاني بخاف طبعا ايميل يضيع في وسط الايميلز، ما خدتش بالي من سؤال، وده حقكم كلكم عليا طبعا ان لازم كل الكويستشنز اجاوب عليها. فاقترحت عليها، وهي المفروض تواصلت معاك وبعتت ده على الجروب، ان اللي عنده اي سؤال هيبعته لنورهان ومحمد بالتنسيق ما بينهم، معرفش مين فيهم المسؤول حاليا، انه هيتبعت له الاسئله، هي هتجمعها لي في دوكيمنت واحده، وهشوف برضو ايه الاحسن، هل هرد عليها بفويس مسج على الواتساب وهي تعمل لكم فورورد كلكم، ولا لو لقيت الاسئله مانجبل ان انا اجاوب عليها ان تكست هبعتها بتكست ثرو ايميل وهي تعمل فورورد للايميل للناس كلها. اما موضوع ان انا يجيلي individual emails، معلش انا اسفه مش هقدر ان انا اتواصل معاكم فيها واجاوب عليها. تاني حاجه مهمه عايزه اقولها، ان الكويستشنز يا ريت تبقى على قدر المستطاع تكون specific، يعني محدش يقول لي انا مش فاهم الجزء ده، لا يعني انا مش عارفه، ما انا لو جيت شرحته هقول نفس اللي بقوله في الاوديو، يمكن ده لو اتقال لي واحنا في اوفيس اورز طبيعيه او احنا في المحاضره ممكن ان انا اعرف افهم فين النقطه بالظبط. انا حاليا ما عنديش الفاسيلتي دي ان انا افهم ايه النقطه اللي واقعه منكم بالظبط. فتراي as much as possible ان السؤال اللي تبعته يبقى specific question، اللي هو انا مش فاهمة ليه مثلا كذا، دي معناها ايه بالظبط. فنحاول نقرب بس وجهات النظر قدر المستطاع. زي برضو ما اتفقت مع نورهان، كل اسبوع مخصص للليكتشرز بتاعت الاسبوع دي، انا ببعت دايما تو lectures تو lectures، اللي هما تو lectures بناخدهم حد وتلات هيتبعتوا مرة واحدة في سلايد شو واحد. تشابتر 9 اللي احنا هنبتدي فيه المره دي هيتقسم على اربع محاضرات، وبالتالي هتلاقيه جاي لك على تو بارتس، بارت 1 اللي هم التو ليكتشرز بتوع الاسبوع ده الحد والثلاث دول، وبارت 2 هيبقى تو ليكتشرز اللي بعدهم. فهتلاقي عندك بس تو ليكتشرز هيبقوا على تشابتر 9، دول يعتبروا اربع محاضرات. تشابتر 9 التايتل بتاعه هو Banking and the Management of Financial Institutions. زي ما قلنا قبل كده ان الفاينانشال سيستم ممكن ابصله انه في جزء منه through financial institutions اللي هم الفاينانشال intermediaries، او اللي هو الindirect finance، او through the financial markets اللي هو through direct finance. احنا المرة دي الشابتر ده بيتكلم على specific part of the financial system which are financial institutions، اللي هو أهم financial intermediary فيه هو البانكس زي ما احنا اتفقنا، ولكن الـ principles اللي هناخدها هنا ممكن تسري على أي financial intermediary أو أي financial institutions احنا أشرنا إليها في أي categorization اتكلمنا فيه قبل كده. Banking أو banks are very important، أو الـ financial intermediation دي قلنا قبل كده يعني it's very important عشان to guarantee the smoothness والefficiency of an economy. طول ما انا مضمنه ان في تشانل ما بين السيفرز الناس اللي معاها اكسس اوف فاندز والبوروورز الناس اللي عندها شورتج اوف فاندز، كل ما بتاكد ان هيحصل سموث ران وافيشنت ران للايكونومي. الفاينانشال انستتيوشنز دي قلنا انها بتدي لونز، اللونز مش بس للبيزنسز عشان يعملوا بيها مشاريع، ولكن برضو بيدي لونز للهاوس هولدز، انا محتاجه اشتري عربيه، انا محتاجه اشتري بيت، انا محتاجه افند كوليدج اديوكيشن مثلا، فباخد لون من البانكس. حاجه تانية بيعملوها البانكس اللي هم they provide services. services بتسهل لك عموما الترانزاكشن كوستس او بتقلل منها، سواء بقى انها بتطرح لك accounts في البنك تحط فيها فلوسك، debit cards، credit cards، ATMs تقدر تسحب منها فلوس، كل ده بتقوم بيه البنوك. البنوك زيها زي اي منشأة عموما، هي بتحاول انها تعمل النشاط بتاعها ده اللي هو سواء channeling of funds of providing services للناس، بس في نفس الوقت بتحقق profits، فهي عايزة to guarantee انها بتحقق profits. فاحنا مفروض في الشابتر ده عايزين نشوف ازاي هو البنوك دي بتعمل
channeling of these funds and provision of these services, وفي نفس الوقت بتحقق the highest possible profits. زي ما احنا شايفين الشابتر، وزي ما تعودنا ان احنا دايما بعد ما بنخلص الشابتر هو اللي بنحب نشوف اذا كنا فاهمين الحاجات دي كلها ولا لا، ولكن in general الشابتر ده بيبص ازاي زي ما احنا بنقول banks attempt to maximize their profits، وقلنا ان هنلاقي ان الديسكشنز دي صحيح احنا هتلاقينا بنتكلم على الكوميرشال بانكس بشكل مفصل، ولكن ده applies for all financial intermediaries. عشان نفهم الشغل بتاع البنوك اول حاجه بنتكلم عليها هي البالانس شيت بتاعه البنك. البالانس شيت دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ليست بتبين الاسيتس واللايبيليتيز اوف بانكس، بتقولي البنك ده عنده اسيتس ايه وعنده لايبيليتيز ايه. تعالوا كده نفتكر احنا كنا بنقول ايه الاسيتس اوف ذا بانك او ايه اللايبيليتيز اوف ذا بانك. لايبيليتيز ار ذا سورسز اوف فاندز، يعني البنك لما يحب يجيب سورس اوف فاند ات سيلز لايبيليتيز. Liabilities دي هي اللي بتجيب له الفاندز اللي هو بيبتدي يشغلها أو يشتري بيها assets which are the uses of the funds. So again, bank's balance sheet هو بيحط لي list فيها الassets والliabilities، وهنبص شكله إيه بالظبط بعد شوية. بيبقى زي كفتين كده، كفة فيها liabilities وكفة فيها assets. Liabilities هما sources of fund of the bank، وبالتالي هي التزام على البنك لأنه أخد فلوس من الناس بقى عنده فلوس، الفلوس دي liabilities بتاعت الناس دي. هيخلي الفلوس دي عنده؟ لا، هو لازم يشغلها. مثلا احنا بنقول ان هو بيحاول يحقق profits بقدر المستطاع، لما بيشغلها هو بيعمل ايه؟ he uses these funds. the uses of these funds بتسمى assets of the bank. من خلال الفرق ما بين الinterest rate اللي بيدفعه للناس اللي بياخد منها الفانز دي اللي هي liabilities، والinterest rate اللي بتجيله نتيجة اليوزز of these funds اللي هي الاسيتس، هو ده اللي بيحقق منه البروفيت. So again, liabilities of the bank هي sources of his funds، يعني بيجيب بيها فلوس بتبقى liability عليه، بقى عنده مجموعة من الفانز، الفانز دي بتبتدي يشغلها اللي هو بنقول عليها uses of these funds، وبالتالي دي بتكون assets. ال liabilities هو بيدفع عليها cost لأنه أخذ من الناس دي، he has sold liabilities، بيدفع عليها interest rate، وبعد كده لما بيشتري الاسيتس دي هو بيحصل على interest rates منها. الفرق ما بين الكوست والinterest rate اللي هو بيحصل عليه من الاسيت ده هو البروفيت اللي هو بيحصل عليه. balance sheet من اسمها كده معناها ان there is some kind of a balance بيحدث. البالانس ده بيحدث ما بين ايه؟ ما بين التوتال اسيتس والتوتال liabilities plus the capital. So all the sources of his funds، وهنلاقي ان sources of the funds for the banks هما اول حاجة liabilities اللي هي بيحصل على فلوس مثلا من انه بياخد deposits من الناس، او capital يعني رأس ماله هو شخصيا. دايما نسمع عن البنوك ليها رأس مال، ليها مساهمين، مساهم بفلوسه في البنك ده، عامل زي الشركة. الشركة بتريس funds ازاي؟ ممكن تاخد loans او ممكن تعمل equity زي ما احنا اتفقنا. equity يعني بيبقى في shareholders فيها. كابيتال ده هو بيعتبر النت وورث او الجزء الاكويتي اللي في البنك. دول السورسز اوف ذا فاندز، هو معاه بقى فاندز دلوقتي هيعمل بيها ايه؟ هيعمل اليوزز اوف ذا فاندز اللي هي التوتال اسيتس. فالبالانس شيت دي من اسمها something that balances، ايه هما البالانس اللي بيحصل ما بين التوتال لايبيليتيز والكابيتال اللي هو السورسز اوف ذا فاندز with the total assets اللي هي اليوزز اوف ذا فاندز. بص تاني، يبقى في البالانس شيت اوف ذا بانك احنا بنتكلم على ناحية الـ liabilities اللي هي sources of funds بالنسبة للبنك. عرفنا انه ممكن through the checkable deposits اللي هي deposits اللي بيكتب عليها شيكات، وعرفنا الـ cost والـ liquidity بتاعتها شكلها ايه. non-transaction deposits اللي هي فيها savings والـ time deposits، وعرفنا ايه انواعهم وايه اشكالهم وايه اللي بعتبره saving وايه اللي بعتبره time deposit، وايه الكومباريسون ما بينه وبينه التشيكابل ديبوزيت من حيث الكوست والانترست اللي بيدفع عليه والليكويديتي. another source are borrowings meaning bank borrowing. bank borrowing عرفنا ايه مصادره المختلفه، واخر liability للبنك هو البنك capital. لو
لو عايزين نراجع ايه هي الاسيتس اللي البنك بتكون عنده او اليوزز اوف اتس فاندز، هو عنده ريزيرفز اللي هو بنتكلم على الفلوس اللي في خزنته او الفلوس اللي عند البنك المركزي، ودي عشان يغطي بيها الريكوايرد ريزيرفز والاكسس ريزيرفز. كاش ايتمز ان بروسيس اوف كولكشن، يعني لو شيك لسه ما تمش سحبه في الفلوس مش حقيقه انتقلت من البنك A تو بنك B، لكن ستيل هي لازالت حق لبنك B فبتبان عنده في خانه الاسيتس از ا كاش ايتم ان بروسيس اوف كولكشن. الديبوزيتس اللي البنوك الصغيره بتحطها عند بنوك كبيره علشان تستفيد من الكورسبوندنت بانكينج اللي هو سام كايند اوف سيرفيسز ذات بيج بانكس كان اوفر سمول بانكس. الثلاثة items دول بنسميهم cash items لأن الليكويديتي بتاعتهم عالية جدا، وإن كان الانترست اللي بيجي منهم أو الانكم اللي بيجي للبنك منهم بيكون ضئيل. فين بقى اللي بيبقى most of the profit جاي منين؟ مين أكتر income bearing assets؟ هما بيكونوا securities واللونز. securities اللي هو إن البنك بيستثمر فلوسه بإنه بيشتري أوراق مالية. اكتر هذه الاوراق الماليه او بنلاقي محفظه البنوك مليانه بانهي اوراق ماليه بالظبط؟ اللي هي فيها الجوفرمنت، سواء كانوا تريجري بيلز او تريجري بونز. باكينج بينج باكت باي ذا جوفرمنت بيخليها اوف فيري لو ريسك، وبالتالي بتكون محببه جدا للبنوك لانها ايزي انفستمنت وات كان بي ليكويديتد ايزلي، عشان كده حتى بنسمي تريجري بيلز سيكندري ريزيرفز. اللونز طبعا البروبابيليتي اوف ديفولت فيها بتكون اعلى، وبالتالي الريتيرن بتاعها اعلى نتيجه ارتفاع الريسك اللي فيها. اللونز البنك ممكن يقرض مين؟ ممكن يقرض بزنسز، ممكن يقرض كونسيومرز، او ممكن يقرض بنوك اخرى. اخر نوع من انواع الاسيتس هما الفيزيكال اسيتس نفسها اللي هي عنده بيلدينج، عنده عربيات، عنده بيوت، عنده قطع اراضي، اي فيزيكال اسيت البنك بيملكه. بيكون شكل البالانس شيت بتاعت اي كوميرشال بانك، طبعا بتبقى فيها اختلافات من بنك لاخر نسبته قد ايه، يعني ده بس اكزامبل من الاول كوميرشال بانكس في امريكا في جون 2014. هنلاقي ان الايتيمز اللي عندنا السورسز اوف فاندز ظاهر فيها تشيكابل ديبوزيتس زي ما قلنا، ظاهر فيها النون ترانزاكشن ديبوزيتس بشقينه سمول دينومينيشن ولارج دينومينيشنز، عنده البوروينجز وعنده البنك كابيتال. اليوزز اوف ذا فاندز بالنسبه للبنك بنوك دي ريزيرفز والكاش ايتيمز، واحنا عرفنا مين الكاش ايتيمز اللي فيها. سيكيورتيز انواع السيكيورتيز ذات دي انفست ان. اللونز انواع اللونز المختلفه ظاهر فيها الكوميرشال والاندستريال، ريل استيت، كونسيومر او الانتر بانك اللي احنا اتكلمنا عنه. اذر اسيتس اللي هي اي فيزيكال اسيتس اخرى. طب لو انا عايز اعرف دلوقتي هاو دو بانكس اوبريت، يعني ايه هي الاعمال بالظبط اللي بيعملها البنك. البنك بيعمل حاجتين، حاجة منهم احنا عارفينها ليه زي بنقول بيقدم services اللي هي كنا بنقول بقى انه بيقدم لك ATMs، بيقدم لك credit cards، بيقدم لك debit cards، بيقدم لك services عموما بتسهل لك عملية transactions، وبيعمل حاجة اسمها asset transformation اللي اتكلمنا عليها قبل كده اللي هو بيبيع liabilities with one set of characteristics، وبيستخدم الفانز دي to buy assets with a different set of characteristics. اللي هو مثلا حصل على saving deposit، saving deposit ده هو اخده عمل بيه لون. saving deposit ده ليه characteristics معينة من حيث liquidity، من حيث الريسك، من حيث السايز، من حيث الريتيرن، واشترى بيها asset اللي هو مثلا زي ما قلنا a mortgage loan which has another set of characteristics من حيث liquidity والريسك والسايز والريتيرن. يعني هو مش لازم يعمل mortgage loan بنفس قيمة saving deposit اللي جاله. The liquidity of the saving loan مختلفة عن that of the mortgage loan. Saving deposit sorry عن the saving عن the mortgage loan. الريسك والريتيرن التوليفة بتاعته مختلفة من واحد للتاني. لكن البنوك دايما بتحب تضمن انها it borrows short and lends long. borrow يعني ايه؟ borrow دي تقع ناحية ايه؟ liability ولا asset؟ when I borrow is it a liability or an asset? it's a liability. فبيحب الـ liabilities بتاعته تبقى short in terms of maturity. ليه؟ لأن short maturities في ناحية الـ liabilities معلها lower cost بالنسبة للبنك. ما هو لما هو هياخد مثلاً a checkable deposit
اللي هو الماتيوريتي بتاعته ايه، مفيش، ممكن يوم واحد انا ممكن بكره اروح اسحب فلوسي كلها بشيك، صح؟ فهو بيتحمل كوست قد ايه؟ بسيط. لكن when it lends lending when I lend someone it becomes an asset for me. زي ما بنقول الشابتر ده كله انت بتتكلم عنها من the perspective of banks. يعني when I say I'm borrowing so I mean the bank is borrowing. When I say lending so the bank is lending. When the bank lends it's now an asset for him. So his assets بيحب الماتيوريتيز بتاعتها تبقى long، لان long maturity assets معناها higher return. فما بين الفرق ما بين الكوست of borrowing short and the income of lending long يعرف ساعتها يحقق البروفيتس بتاعته، ما بين الانترست ريت اللي هو بيدفعه على الديبوزيتس اللي هو بالنسبه له هو شق البوروينج، والانترست ريت اللي بيكسبها من اللونز اللي بيعملها مثلا كوميرشال ولا بيرسونال ولا وات ايفر اللي هي بتعتبر بالنسبه له انكم. So again, how do banks operate? Banks have provide two basic operations. اول واحده زي ما بنقول السيرفيسز اللي هي اي سيرفيس بتسهل لك الترانزاكشنز. تاني حاجه قصه الاسيت ترانسفورميشن ده اللي هو borrowing short بيجيب sources of fund الكوست بتاعها يكون منخفض فالماتيوريتي بتاعتها بتكون صغيره، and it lends long يعني بيشتري assets the uses of these funds تكون of a longer maturity عشان الريتيرن بتاعها يكون اعلى. From this operation banks make profits. So the bank makes profits by selling liabilities with one set of characteristics اللي هي بنتكلم هنا مثلا على a saving deposit and use the proceeds to buy assets with a different set of characteristics اللي هو lending people بقى اللي هو مثلا ادى mortgage loan. عشان نبتدي بقى نعرف نتفرج على الاوبريشن بتاعت البنك دي هنعتمد على حاجه اسمها تي اكاونت. التي اكاونت ده از سمبليفايد بالانس شيت، يعني بدل ما انا كل مره اضطر احط البالانس شيت كله وشوف التغير اللي عليه، التي اكاونت ده هو عباره عن سمبليفايد بالانس شيت ذات ليستس اونلي ذا تشينجز ذات هابن ان ذا ايتمز اوف ذا بالانس شيت ستارتنج فروم ان انيشال بالانسد بوزيشن. يعني انا مش كل مره لازم احط البالانس شيت كلها، البالانس شيت في الطبيعي بتبقى بالانسد. طب انا البنك عمل ترانزاكشن هل لازم اكتب كل الايتيمز دي؟ لا، انت بتوريني تي اكاونت اللي بيبين لي ايه الاختلاف اللي حصل في البنك بعد ما هو كان بالانسد. واجين ات هاز تو بي بالانسد، وانا لازم البالانس شيت من اسمها كده ات اولويز هاز تو بي بالانسد. لكن زي ما بنقول باخد سمبليفايد بالانس شيت هي دي اللي بشتغل عليها، اللي هي كاني بقول ايه التغير اللي بيحدث على البالانس شيت بعد ما هي كانت بالانسد نتيجه this transaction that occurred. كان كاش ديبوزيت على طول، انا فلوس رحت البنك اودعتها فلوس اديتك فلوس على طول، فانت هتعمل ايه؟ هتحطها في الفولت كاش. فولت كاش ده جزء من الريزيرفز، فزادت الريزيرفز بالمية وزاد التشيك بالديبوزيت بمية. جايب شيك واحد كاتبهولي وفلوسه كانت في السكند ناشونال بانك وانا عايز اجي احطه في التشيك بالديبوزيت عندي في الفيرست ناشونال بانك، فاللايبيليتيز بتاعت البنك ده هتزيد لان انا حطيت تشيكبل ديبوزيت، لكن هي لسه فلوس ما اتحولتش. طول ما هي لسه ما اتحولتش هتبان لي كاش ايتم ان بروسيس اوف كولكشن. طب خلاص الفلوس وصلت هتبان لي كريزيرف. سكند ناشونال بانك اللي هو اتكتب منه شيك هتقل التشيكبل ديبوزيتس بالمية وتقل الريزيرفز بالمية. البنك بقى عنده ريزيرفز ايكوال تو 100، هيفضل سايبها ريزيرفز. احنا اتفقنا ان الاسيتس جزء منها الريزيرفز ده ما عليهوش اي انكم، ما بيعملش بروفيت، مش هيولد له البروفيت اللي هو عايزه. يعني انا لما بقى عندي تشيكبل ديبوزيت ب 100 هو هيدفع لي عليه انترست حتى لو كان واطي، لكن الريزيرفز ما بتدينيش انترست. فهيعمل ايه البنك؟ طب ما يعمل اي يوزز اخرى بتجيب له فلوس، زي مثلا انه تو باي سيكيورتيز او زي مثلا ات اكستندز ا لون. تو باي سيكيورتي اور تو اكستند ا لون البنك ايه الحجم اللي يقدر يعمل بيه لون او يشتري بيه سيكيورتيز؟ هل يقدر يشتري بالمية كلهم؟ لا، لان احنا قلنا ايه؟ ان في جزء ريجولاتوري بيقول له لازم، على قد بقى الاكزامبل اللي هو بيشتغل بيه في الكتاب، ان لازم there must be 10% required reserves ما تقرب لهمش. ف 10% of my deposit is 10 دول required reserves، فبقى عنده excess reserves قد ايه؟ 90. أقصى قيمة ممكن يعمل بيها loans أو يشتري بيها securities are these 90، ما يقدرش يعمل حاجة أكتر من كده.
فال90 دول هو هيقرر يروح يعمل لون. طبعا هو لازم يكون واخد باله انه عامل اعتبار لل5 سيز. 5 سيز يعني ايه؟ بيتاكد ان البوتنشال بورور اللي هو بيديله ده ايه الكاركتر بتاعه، الكاباسيتي بتاعته تو ريباي، الكولاتر اللي معاه قد ايه، الكونديشنز اون ذا لوكال اند ناشونال ليفل عامله ازاي، والكابيتال او النت وورث بتاعه قد ايه، يعني هو معاه كابيتال قد ايه، الراجل ده معاه فلوس فعلا هو يملكها قد ايه، عشان اقدر اقلل قدر المستطاع الاسيمتريك انفورميشن اللي اتكلمنا عليها. يعني اه صحيح انا اللونز دي هتديني هاي ريتيرن، بس هو البنك من شغلته انه بيحاول يقلل الريسك قدر المستطاع. يقلل الريسك دي ازاي؟ بانه بيعمل ايفالويشن للبوتنشال بورورز اللي عنده. ايفالويشن بايه؟ بال5 سيز. الكاركتر بتاعه ايه؟ هتلاقي دايما بيبقى فيه كده زي لقاء بين الكريدت اوفيسر والناس اللي عايز تاخد لونز، بيقيم ايه قدرته على الريبيمنت، الكولاتر اللي معاه عامل ازاي، الكونديشنز العامه اللي موجوده في الايكونومي وورلد وايد عامله ازاي، وقد ايه هو معاه ككابيتال او كراس مال عشان اشوف انا هابجريد الفلوس دي بكوست عامله ازاي. قررت خلاص ان اديله لون، يبقى ده هيكون الشكل النهائي بتاع التي اكاونت. ستيل هو اللي انا رحت حطيت فلوسي ال 100 جنيه اللي انا حطيتها دي لازالت الليبيليتي على البنك، يعني انا رحت اي وقت عايز اسحب التشيك بالديبوزيت بتاعي ده هسحبه. في ريكوايرد ريزيرفز هو مش قادر يقرب لها، لانه باي لو اوف ذا سنترال بانك انت لازم تسيب 10% من الديبوزيتس ما تقرب لهمش، تسيبهم في الفولتس بتاعتك او في الاكونتس بتاعتك اد سنترال بانك. معاك بس اكسس ريزيرفز اوف 90، هي دي اللي اديت بيها اللون. سو ذس از ذا بيزك بانكينج، او الحاجه البيزك اللي بيعملها البنوك. بيجي له ديبوزيتس which are sources of funds، لو هو سابها كريزيرفز يبقى هو كده بيتحمل كوستس وعمال يدفع انترست ريتس على الديبوزيتس دي من غير ما يعمل اي انكم، وبالتالي مش هيحقق بروفيتس. فقدامه مش قدامه غير انه يستخدم الفاندز دي on his asset side عشان تجيب له income. اعلى حاجه بتجيب له income هي اللونز، وهو بيشيل على جنب الريكوايرد ريزيرفز اللي ما يقدرش يقرب لها، والاكسس ريزيرفز دي هي اللي بيقدر يعمل بيها اي اكتيفيتي اخرى تضمن له انه يكون عنده income يقدر يدفع بيه costs of bearing these liabilities. اوكي انا كده شفته هو how does the bank operate، لكن هو البنك بقى how does it manage، ازاي بيدير الاسيتس والليابيليتيز بتاعته دي to make sure that he's earning the highest possible profit. يعني احنا شفنا كoperational شكل التي اكاونت بتتغير ازاي عشان هو يقدر يعمل البروفيت، لكن how does he manage it، يعني هو بقى معاه excess reserves مثلا في الاكزامبل بتاعنا ده اللي هو 90 جنيه دول او 90 دولار، يدي قد ايه بقى منهم يعمل بيها لون، قد ايه يعمل منهم سيكيورتيز. طب في جانب الليابيليتيز دي هو مفروض يبقى الليابيليتيز بتاعته شكلها ايه عشان يقدر يكون عنده sources of funds كويسة. يعني in other words انا محتاجة اعرف the principles of bank management in managing his assets and liabilities عشان يقدر يحقق اقصى profit ممكن. المانجمنت بتاع البنك ليه principles معروفة اللي هم الليكويديتي، ازاي بيدير السيولة بتاعته، الاسيت مانجمنت بيدير اصوله ازاي، الليابيليتي مانجمنت بيدير التزاماته ازاي، الكابيتال ادكوسي مانجمنت بيدير راس ماله ازاي، والكريديت ريسك والانترست ريت ريسك مانجمنت. كريديت ريسك يعني هو ازاي بيضمن ان البورورز دو نوت ديفولت او يقلل قدر المستطاع ذا ريسك اوف ديفولت. انترست ريت ريسك اللي اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو الريسكنس اوف ذا ريتيرنز of the assets that the bank owes caused by interest rate changes. احنا عرفنا قبل كده ايه هو الانترست ريت ريسك، ما قلناش هو مشكله ان الانترست ريت يطلع وينزل، لا هي repercussions بتاعه تغيرات الانترست ريتس على الفاليو اوف الاسيتس بتاعه اي انسان. هنا المره دي هو repercussions of changes in interest rates on the assets that the bank holds. يبقى البرنسبلز الاساسيه اللي هنتكلم عليها for the rest of this chapter are liquidity management, asset management, liability management, capital adequacy management, credit risk والinterest rate risk. هنا بالliquidity management يعني ازاي البنك بيتأكد انه ما عندوش liquidity problems. يعني ايه liquidity problems؟ يعني ما يكونش عنده تخوف من ان يجي depositor يخبط على بابه ويقول له انا عايز اسحب الديبوزيت بتاعي ده وما لقيش فلوس اديه له. يعني the bank is illiquid.
ازاي البنك بيمانج انه ما يبقاش الليكويد، انه دايما لو حد جاي يقول عايز اسحب فلوس هلاقي فلوس اللي يديها له. الكيتو سكسس في القصه دي او ان انا اتعامل مع البوتنشال ديبوزيت اوت فلوس هو في الريزيرفز. وهنا هندي اكزامبل ببنكين. البنك الاولاني هو عنده ample reserves، يعني لما نبص على البالانس شيت بتاعته هو عنده ديبوزيتس ب 100 مليون، البنك كابيتال 10 مليون، هو سايب ريزيرفز على بعضها بقى. هنا لسه ما اتكلمتش على ريكوايرد واكسس. عنده ريزيرفز ب 20 مليون، عامل لونز ب 80 مليون، وعنده سيكيورتيز ب 10 مليون. هتلاقي الكفتين متساويين، هنا 110 وهنا 110. زي ما بنقول لازم البالانس شيت تبقى بالانسد. لو انا عارفه ان البانكس ريكوايرد ريزيرفز ار 10%، يعني هو المفروض يبقى ريكوايرد ريزيرفز كام؟ من ال 100 الديبوزيتس. خلي بالك الريكوايرد ريزيرفز ار ا برسنتج اوف ديبوزيتس نوت ا برسنتج اوف لايبيليتيز، لان اللايبيليتيز فيها جزء كابيتال ده بيخرج بره الريكوايرد ريزيرف. سو ناي سي ريكوايرد ريزيرف اوف 10%، ات از 10% اوف ذا ديبوزيتس ذات ذا بانك هولدز. 10% اوف ذا ديبوزيتس از 10 مليون. اوكي، ناو if there occurs an outflow of 10 million، يعني ناس راحت سحبت الديبوزيتس بتاعتها ب 10 مليون، ايه اللي هيحصل للديبوزيتس؟ بقت 90 مليون. البنك كابيتال حصل له حاجه؟ لا، it is still 10 مليون. هما دول لما راحوا سحبوا ال 10 مليون، يعني ده معناه ان البنك فتح الخزنه بتاعته او كلم البنك المركزي وقال له ابعت لي فلوس عشان ارجع للناس دي فلوسها بقيمه ال 10 مليون، وبالتالي الريزيرفز بتاعت البنك هتقل ب 10 فوصلت ل 10 مليون. اللونز زي ما هم، سيكيورتيز زي ما هم. يبقى الترانزاكشن انا بتكلم عليها ان لو حصل الديبوزيت اوت فلو اوف 10 مليون، مين اللي هيتحرك؟ الديبوزيتس هتقل ب 10 مليون، وقصادها مين من ناحيه الاسيتس؟ الفلوس اللي في الخزن اللي هي ال 10 مليون من هنا. شكل البالانس شيت كده مطمئنه ولا غير مطمئنه؟ هل هو كده محقق الريكويرمنتس؟ هو لما يبقى عنده deposits of 90 required reserves اللي هي 10% are the 9 million، فكأنه لازال عنده required reserves 9 وعنده excess reserves of 1 million، فما حصلوش اي ضرر، لا احتاج يستلف ولا احتاج يعمل اي حاجة because it had ample reserves، يعني كان عنده excess reserves كتيرة. هنا كان عنده excess reserves of 10 million، فبالتالي لما حصل outflow لدرجة 10 مليون خرجوا he still has an excess reserves of 1 million بعد ما يغطي ال required reserves. Take comparison with another bank اللي هو ما بيسيبش excess reserves كتير. تاني هو عنده deposits ب 10 مليون، bank is on sorry 100 مليون، عنده bank capital 10 مليون. هو قال لك ايه ال 100 مليون دول؟ انا الاكسس ريزيرفز بتاعتي ار 10، انا مش هحتفظ غير بالاكسس بس، انا مش ايه اللي يخليني احط، ما انا اشغل الفلوس دي احسن، انا اعمل بقى 90 مليون لونز بدل ما انا كنت عامل 80 مليون بس، ما انا اعمل ده عشان اجيب لي انترست اعلى كمان، وسكيورتيز 10 مليون. اللي حصل ان جم ناس يسحبوا 10 مليون ديبوزيتس، فنزل ده بقى 90، ده بقى 10. 90 دول هيتسحبوا منين؟ من الريزيرفز اللي عندي، هيبقى عندي 0 ريزيرفز، 90 لونز زي ما هم، وسكيورتيز ار 10 مليون زي ما هم. هل انا هنا محقق الريكوايرد ريزيرفز؟ هنا عندي 90 مليون ديبوزيتس، فانا المفروض يكون عندي ريكوايرد ريزيرفز اوف 9 مليون. هل انا عندي 9 مليون؟ ما عنديش. فانا هنا على الرغم من الاكسس ريزيرفز اللي ممكن يكون البنك الاولاني كان حاططها ما بتجيبلوش income قوي، لكن هي كانت بالنسبه له نوع من انواع الانشورنس against any costs of deposit outflows. طب البنك خلاص هي stuck، هو stuck في القصه دي، هيقدر يتصرف ازاي؟ من اربعه ممكن يعملها. اول حاجه انه يستلف، والسلف ده ممكن يكون من بنوك اخرى او من الكوربوريشنز زي ما احنا قلنا، مش كده؟ مش احنا قلنا ممكن ان البنك جزء من liabilities بتاعته ليه sources of funds بتاعته انه يستلف من بنوك اخرى او من شركات كبيرة زي through the repos، فممكن يروح يستلف التسعة مليون دول هتظهر عنده في liabilities، وبالتالي reserves بتاعته هتعلى بالنين مليون، صح؟ طب ايه cost في الحالة دي؟ cost هيبقى interest rate اللي هيدفعه على borrowed funds دي اللي هيضطر يدفعها.
هو عنده سيكيورتيز، ما هو ممكن يبيع من العشرة مليون سيكيورتيز اللي عنده دول يبيع منهم تسعة، فيبقى مش فاضل عنده غير 1 مليون سيكيورتيز، وبالتالي هيقدر يملى الريزيرفز بتاعته بال 9 مليون، فيقدر يحقق البالانس بين الناحيتين. طب الكوست في الحالة دي ايه؟ when he sells the security الكوست بتاعه هيكون البروكرج والترانزاكشن كوست، اللي هو على ما يلاقي حد عايز يشتري ويلاقي بروكر ويدفع له عشان يشتري له. ف these are costs borne by the bank. يستلف من السنترال بانك او اللي هو الفيدرال ريزيرفز. لما يستلف من السنترال بانك هيظهر عنده لايبيليتي جديده اسمها borrowing from the central bank of 9 مليون، وبالتالي هتزيد الريزيرفز بتاعته بال 9 مليون. طب الكوست هنا بيكون ايه؟ الكوست هو الديسكاونت ريت، this is a discount discount loan زي ما احنا قلنا، فالانترست ريت اللي بيدفع عليه اسمه discount rate. خلي بالك برضو too much borrowing من the central bank بيخلي central bank كده لمبة حمراء تنور عنده، يقول لك البنك ده أكيد بيعمل حاجة غلط، is not managing his liquidity properly، فممكن بعد كده ما يسلفوش in the future، أو ممكن يسحب مثلا license بتاعته أو ينزل له inspections بشكل دوري أكتر. البنك لما he faced liquidity problems كان قدامه حل من أربعة، يا إما يستلف من بنوك أخرى أو من corporations أخرى، ساعتها it will bear the cost of the interest rate that it will pay، أو إنه يبيع securities كانت عنده وبالتالي هيدفع brokerage وهيتحمل transaction costs، أو يستلف من central bank وبالتالي هيدفع ال discount rate، أو يقلل اللونز بتاعته، ودي ممكن تكون عن طريق ال calling in ودي بيفقد reputation بتاعته، أو selling off loans to other banks وبالتالي الكوست بتاعها هيبقى عالي عليها. كل ده نتيجة انه ايه؟ ما كانش حاطط excess reserves كفاية. كده لما نيجي نقول if I'm stuck in this situation، بقول if a bank you own has no excess reserves and a sound customer comes in asking for a loan، should you automatically turn the customer down explaining that you do not have any excess reserve to lend out؟ يعني انت ما عندكش اكسس ريزيرفز وجالك كاستمر بيقول لك انا محتاج لون، هل الصح ان انت تقول له لا والله معلش اصلا ما عنديش اكسس ريزيرفز؟ زي ما بنقول this antagonizes الكاستمرز، وبالتالي لا، you should never turn down a customer لان ده you could lose this business forever and this is extremely costly، لان هو شغل البنك او البروفيت بتاعت البنك كلها بتيجي من خلال الانجيجمنت ان لونز. instead لازم يلاقي طريقة أخرى إنه يجيب بيها فلوس. يجيب بيها فلوس دي ممكن يستلف من بنوك تانية، يستلف من corporations، يستلف من central bank، أو يبيع مثلا negotiable certificate of deposits أو some of its securities عشان يحصل على funds. إجابة السؤال ده لازم تتضمن إنك تشير إلى different sources of funds اللي ممكن يعتمد عليها البنك من خلال borrowing من entities المختلفة، أو إنه يبيع securities أو يبيع ال negotiable certificate of deposits اللي عنده، والcost of shutting down أو turning down a customer is very high، لأن ده معناه إن أنت you're losing this business forever and this is the most extreme cost that a bank could bear in this situation. وبالتالي أنا بتكلم على الأربع channels اللي ممكن يحصل بيها البنك على funds في حالة انه عنده مشكلة في liquidity، بيعتبر اوحشهم هو turning down the customer اللي هو through reducing your loan، سواء كان ب calling in او بselling off ال loans اللي عندك دي. عشان كده احنا دايما بنقول ان excess reserves serve as some kind of insurance against costs that the bank could bear لو هو he's not managing his liquidity in a proper way. فلازم البنك يعمل دايما بالانس ما بين انه حلو ان انا اقدر اشغل فلوسي بشكل كبير عشان تجيب لي income earning assets اقدر احقق بيها profits، بس still having excess reserves is very important. بيبقى second best solution دايما اللي بتكلم على secondary reserves اللي هما بنقول عليهم treasury bills او اللي هما investing in government securities، لان دي بتعتبر من اكتر assets that are liquid وستيل ليها return مضمون بشكل كبير. عشان احقق ال three goals دول، ان assets بتاعتي يبقى فيها high risk high return low risk و adequate liquidity،
ان البوروورز بتوعي بيدفعوا انترست ريت عالي والديفولت عندهم مش عالي، ان السكيورتيز بتاعتي الريسك بتاعها اقل شيء ممكن والريتيرنز بتاعتها ريزونبل، اكتر حاجه بتحقق لي دي وبتضمنه لي الدايفرسيفيكيشن اللي احنا بنقول عليه، وان اي هاف ا دايفرسيفايد بورتفوليو اوف لونز او ا دايفرسيفايد بورتفوليو اوف سكيورتيز، بقدر احقق المعادله الصعبه دي ان الاوفر اول ريسك يبقى واطي والاوفر اول ريتيرن اوف ذا بورتفوليو از هاي، وابقى وانا بحط توليفه الاسيتس بتاعتي اتاكد اني عندي ادكويت بروفيجنز فور ليكويديتي عشان ما يحصلش عندي الشورت فول اللي شفناه عند البنك اللي ما كانش عنده انف اكسس. سؤال هنا لو قلنا now bank managers should always seek the highest return possible on their assets، هل statement دي true false or uncertain and explain your answer. الحقيقة لا it is false، لان احنا لسه بنقول ايه in managing the assets، هل هو كل اللي بيبصله ان يبقى عنده high return؟ الحقيقة لا، لازم to consider the risk we consider the liquidity لما بيبص على the assets that are in his balance sheet. يبقى البنك مانجرز مش كل اللي بيهمهم او اللي بيبصوا عليه الهاي ريتيرن بس، لا هم بيكونوا مهتمين كمان ان يكون الريسك از ريزونبل وان هي هاز ادكويت بروفيجنز فور ليكويديتي. اخر مانجمنت هنتكلم عليه النهارده عشان يبقى كده كفايه عليكم، والمره الجايه نبتدي من اول الكابيتال ادكوسي از ذا لايبيليتي مانجمنت. تعالوا نفتكر كده هو ايه اللايبيليتيز اصلا اوف ذا بنك. لايبيليتيز ار sources of funds، اللي هي كان اكبر حاجه فيها ايه source of fund اللي هم ال deposits وال borrowings of banks. زمان لفترات قديمه كان موضوع مفيش اهتمام قوي بقصه ال liability management، يعني البنك قاعد بياخد ال liability دي as fixed، يعني الفلوس اللي جايه له ك source of fund اهلا وسهلا وخلاص. ليه؟ لان كان الغالبيه العظمى من ال sources of funds are checkable deposits which are deposits that the bank pays no interest on، ما فيهاش فن يعني، انا قاعد والله انا حظي ان الناس جت اودعت فلوس عندي اهلا وسهلا، ما اودعتش يبقى انا ما عنديش sources of funds. لحد ما ابتدى يظهر في الستينات large banks اللي هم بيسموا money center banks. الموني سنتر بانكس دول ابتدوا يهتموا بان لا هو انا مش هاخد الحاجه كده يعني fixed، انا لازم اشتغل على نفسي عشان يبقى عندي sources of funds كويس. واللي ساعدهم في القصة دي ان ابتدى يظهر instruments بتساعد على raising of funds للبنوك. زي ايه؟ زي الاوفرنايت لونز اللي بتوين البانكس، بقى في حاجة اسمها ان انا ممكن اعمل borrowing من بنك تاني ويبقى عندي funds، انا ممكن ابقى short in funds بس اعرف اجيب funds ازاي، ان انا اشتري او ان انا استلف من other banks through the overnight banking. الحاجة التانية ما بقاش بس ما عنديش غير demand deposits بس، لا ظهرت variants أخرى زي land transaction deposits، ويخش فيهم كمان negotiable certificates of deposits اللي أقدر إن أنا أعمل بيهم raising funds حتى لو محدش جه عمل deposits جديدة عندي، أنا ممكن إن أنا منزل secondary market أحصل على funds جديدة من غير حد تاني. فال expansion of overnight loan markets و new financial instruments زي negotiable certificates of deposits خلت في انتعاشة لل liability management، ابتدت تظهر تاني، ابتدى يبقى فيه target goals بيحطوها، يقولك انا لازم احقق مثلا ان يكون عندي funds بقيمة كذا عشان اعرف اعمل asset growth بالشكل ده، فيبتدي هو يسعى لحصول على funds through بقى the overnight loan markets او through negotiable certificates او through financial instruments جديد، يعني بيطرح instruments جديدة للناس تقدر تيجي تشتريها من عنده، وبالتالي هو يعمل raising للفند. عشان كده حتى بقى دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها ان انا بعمل بقى asset management لوحده و liability management، لا بقى اسمها the asset liability management committee اللي هي ALM committee. اللي هي ALM committee دي بتدير جانبي الassets والliabilities في نفس الوقت. علشان ايه؟ علشان بقى عنده دلوقتي تولز انه لو عايز يدي لون مثلا ومعوش enough liquidity، هو من خلال الـ instruments الجديدة دي زي الـ overnight loan markets او الـ negotiable certificates of deposits يقدر يجيب فلوس وبالتالي يعمل اللون ده. الـ developments دي خلت شكل الـ balance sheets بتاعت البنوك تختلف شوية، يعني بقت checkable deposits الimportance بتاعها ابتدى يقل جدا في جانب الـ liabilities of the banks versus
النيجوشيبل سيرتيفيكت اوف ديبوزيتس والبنك بوروينجز. هتلاقي البنك بوروينج والنيجوشيبل سيرتيفيكتس اوف ديبوزيتس الريليتيف امبورتنس بتاعهم في جانب اللايبيليتيز عالي جدا versus التشيكبل ديبوزيتس. في جانب الاسيتس بقى عنده اللون اكسبانشن كبير. ليه؟ لان هو مش قاعد مستني فرج ربنا انه يجيله ديبوزيتس، لا هو بقى عنده تولز يقدر يعمل بيها ريزنج فاندز ويعمل لون اكسبانشنز تجيب له بروفيتس بقدر كبير. وبالتالي ده خلى شكل البالانس شيتس اوف ذا بانكس تختلف، وبقى عنده فلكسبيليتي اكتر في اللايبيليتي مانجمنت بتاعه. يبقى احنا كده خلصنا ثلاث انواع من المانجمنت بتاعت او البرنسيبل اوف مانجينج بانكس. اتكلمنا عن الليكويديتي مانجمنت والامبورتنس اوف اكسس ريزيرفز ان ذيس كونتكست، ازاي الاكسس ريزيرفز سيرف از ان انشورنس للبنك لو حصل عنده اي ديبوزيت اوت فلو، فهو هنا لازم يوايم الopportunity cost of having excess reserves اللي هي الinterest rate that he's foregoing لو هو بدل ما يحط الexcess reserves دي عمل loans كان زمانه جاب income، بس still هو لو حصل عنده deposit outflow هيبقى عنده costs كتيرة ممكن that he bears. وكلمنا عن الأربع أنواع من costs، سواء هو استلف من corporations أو other banks، استلف من central bank، باع السيكوريتيز اللي عنده أو قلل اللونز اللي عنده. كل واحدة ليها كوست، وعرفنا إن أكثرهم تكلفة هو إنه يقلل اللونز بتاعته because this jeopardizes the reputation بتاعت البنك. اتكلمنا عن الأسيت مانجمنت وقلنا إنه هو في توليفة الأسيتس اللي عنده بيحاول يتأكد إن الأسيتس are of highest return, lowest risk and he has adequate provisions for liquidity. ده من خلال four principles، انه بيتأكد ان اللونز اللي بيديها للpotential borrowers بتدفع عليها اعلى interest rate والdefault is minimal، ان securities overall return بتاعها عالي والrisk بتاعها واطي، بيتأكد من قصة diversification اللي بتقلله الoverall risk، وبيعمل management للliquidity بتاعته بشكل كف بحيث انه بيوايم ما بين الcost will benefit of having liquid assets in his asset portfolio. اتكلمنا بعد كده عن liability management وازاي في الاول انها كانت fixed ما فيهاش حركة ما فيهاش flexibility، لكن مع ظهور new financial instruments زي negotiable certificates of deposits والexpansion في overnight loan markets ابتدى يبقى فيه اهتمام بجانب liability management. The liabilities and assets, both of them are being managed together through the ALM committee. شكل البالانس شيت بتاعة البنوك اختلف كثيرا. ابتدى الـ importance of checkable deposits تقل، والـ importance of borrowings والـ national negotiable certificates of deposits تزيد، ونسبة loans في جانب الـ assets زادت بشكل كبير. For next time أنا مديكم ثلاث أسئلة تفكروا فيها. This is not an assignment، عشان بس ما حدش يفهمني غلط. This is not an assignment. الغرض من الأسئلة دي إن أنتوا تحاولوا تبتدوا أنتوا تحلوا بإيديكم. أنا المرة الجاية هحلها معاكم وهنشرحها حتة حتة وكل حاجة، بس to make sure إن أنا ابتديت أعرف أرسم الـ T account وأحط مين في جانب liabilities ومين في جانب asset، طب إمتى أحطه بالpositive وإمتى أحطه بالnegative، always making sure that both sides are balanced. ده لازم يتعمل بالإيد. يعني لو إحنا كنا في الكلاس كنت هطلع ناس تحل، هنطلع ورق زي ما إحنا متعودين وكل واحد يحل بإيده عشان نلاقي الغلطات فين. بما إن ده مش بإيدي دلوقتي إن إحنا نعمله أو مش facilitated through طريقة الأوديو lectures دي، فأنا قلت هديكم الأسئلة دي نجربها كده بإيدنا، كل واحد يقعد ويحاول يحلها بإيده، ومرة جاينا ما يجي نصلحها من بعض انتوا بقى تجربوا تشوفوا احنا غلطنا في ايه وليه غلطنا. ده بيسهل حتى تتراك فين السؤال اللي انا ممكن أسأله او ايه الجزء اللي وقع مني ومش فاهمين. فبليز مهم جدا المرة الجاية ان انتوا تحاولوا تحلوا الأسئلة دي مع نفسكم بورقة أو قلم كده، وتتأكدوا ان انتوا عارفين تحلوها حد ما نحلها مع بعض المرة الجاية. Go through these parts in the book ونسمع lecture كذا مرة عشان نقدر نحدد لو في أجزاء إحنا مش فاهمينها أو مش عارفين نحل عليها. والمرة الجاية إن شاء الله نكمل بقية الشابتر، وحنتظر أسئلتكم على الجزء ده الأسبوع اللي جاي برضو قبل يوم الحد
تبعتوها لنورهان عشان اقدر انا ابص فيها واجاوب لكم عليها قبل ما نكمل بقية الشابتر، عشان حتى وانا بعمل الشابتر الجديد ابقى I'm sure او اقدر استرس على البوينت اللي انا حاسة انها وقعت منكم من خلال الفيدباك اللي انتوا هتدهولي. جود لك ان شاء الله، وخليكم في البيت، ما تروحوش ولا تيجوا، وكيب سيف، وخلي بالكم على نفسكم. سلام عليكم.